نرحب بكم بقناة فادية التعليمية للكهرباء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات التمديدات الكهربائية المنزلية. الآن هذا في عندنا تمرين مركب من تشغيل مصباح من 3 أماكن، لكن المركب يصير عندنا 6 أماكن، يعني راح نتحكم بالمصباح الأحمر من 3 أماكن، وراح نتحكم بالمصباح الأخضر من 3 أماكن أخرى. إذا خلينا نشوف الآن، نجرب الدائرة نحكي عنها. الآن الأحمر شغلنا من الأول، نترك هذا لبي، فرضنا أن الأحمر A، شغلنا على A. الآن نطفي من برضو من A ونشغل برضو من A. الآن طفينا، نجي على الأخضر اللي هو مجموعة B مثلا، هذا B راح يطفيه، كمان راح نطفيه مكان ثاني من هون، هاي طفينا من B، وهي كمان B آخر واحد. إذا بيكون عندنا هيك مجموعتين، يعني دائرتين متراكبات في بعض، تشغيل وإطفاء والتحكم بإنارة مصباح من 3 أماكن. كيف عملية التوصيل هاي بالنسبة لها؟ نطفي القاطع، نبدأ بعملية التوصيل. أول شيء خلينا الخط الحار اللي هو باللون الأحمر، خط الحار اللي باللون الأحمر لازم احنا نوديه، أيوة، ينزل على المفتاحين اللي موجودين بالجهة هاي، هاي المفتاح الأول والثاني. هذا الأحمر نزلناه على النقطة المشتركة في مفتاح طرف السلم للمجموعة B مثلا، وللمفتاح طرف سلم مجموعة A، النقطة المشتركة. خلصنا من الخط الحار، نرجع للخط البارد. ارجع لورا، ارجع خاطر زوم، ايوه. الان الخط البارد هذا الازرق، الخط البارد معروف راح يتصل للمصباح الكهربائي. عندنا مصباحين راح يتجه في الجهتين عشان نودي لكل مصباح من المصباح. اذا الخط البارد وصل في العلبة هاي هذا هو الازرق، وين وصل لعند المصباح الاول، وهاي البارد هون وصل للمصباح الثاني، واضح. الآن في عندنا النقاط الحرة، خلينا نشوف النقاط الحرة المجموعة A، هاي مجموعة A 1 2، وهاي هون الثالث. النقاط الحرة في المفتاح طرف سلم اللي في اليسار مجموعة A راح يتصلن، يمشي داخل البيبات وراح يتصلوا في النقاط الحرة في وسط سلم هون. إذا هاي طريقهم، هاي حطيناهم باللون الأصفر، ميزناهم باللون الأصفر، إذا واضح عندك التصوير هون. مشينا بالدائرة هاي ضم اللون الأصفر، 2 ضم لون أصفر. تابع هون في خطين لون أصفر موجودين عندنا هون، أيهم، وبنزلوا عندنا في هون تحت خطين لون أصفر على المفتاح، راح يطلعوا من المفتاح اللي هو وسط سلم لأنه في 4 نقاط. النقاط الحرة الثانية راح تطلع تكمل على طرف سلم اللي في الجهة اليمين، هاي الطرف السلم اللي بالجهة من اليمين راح تمشي هون لتتصل لعند المفتاح الثاني من مجموعة A، حطيناهم باللون الأسود، ميزناهم باللون الأسود. بيكون هيك ظل عندنا راجع المفتاح، راجع من النقطة المشتركة هاي راح يروح على اللمبة اللي راح يتحكم فيها مجموعة A. مجموعة A راح يتحكم في الضوء الأحمر. إذا من النقطة المشتركة في هذا المفتاح اللي هو طرف سلم أيمن راح تمشي خط مستقيل راجع للمصباح الأحمر هذا، وإحنا نرجع هون نتابعه، ميزناه باللون الأحمر، هاي اللون الأحمر هذا يطلع هون في اللون الأحمر، مشى في طريقه إلى باستمرار، هو خط هون باستمرار إلى المصباح، هذا راجع المصباح الأحمر. بالمقابل بتكون هيك الدائرة انتهت بالنسبة للجزء A، جزء B تماما نفس الشيء، جزء B نفس الشيء، وصل خط حار للنقطة المشتركة في المفتاح الطرف سلم الأيسر في مجموعة B مثلا. الآن في عندنا نقاط حرة 2 راح يتجهوا من مفتاح B لعند مفتاح B اللي هو ها، ميزناهم باللون الأسود، وهم 2 ميزناهم باللون الأسود، تابعوا طريقكم بالشكل هذا حتى يصلوا المفتاح الثاني اللي هو وسط سلم من مجموعة B.
الان بيطلعوا نقطتين منه من الحرات باللون الاصفر ميزناهم هذول خطين باللون الاصفر بيطلعوا عشان يكملوا على طرف السلم اللي في الجهه اليمنى هاي على الاخر هون في هاي خطين ميزناهم باللون الاصفر ضمه خطين اصفر لونهم هذول يجوا على طرف السلم الايمن والراجع اللي موجود هون اللي هو من النقطه المشتركه راح يروح على المصباح بيتحكم فيه باللون الاحمر ميزناه هو باللون الاحمر هذا راح يكمل على المصباح اللي بنتحكم فيه اللون لونه اخضر لانه مجموعه بي بتحكم باللون الاخضر هذا هذا مباشره الى المصباح لون اخضر بعتقد هيك انتهى التمرين وبتكون هيك دائره مركبه من مجموعتين بنلاحظ انه هنا كل الخطوط متصله مباشره مع هذا الخط البارد لان احتجنا نوزعه بحرف تي للجهه اليمين والجهه الشمال الخط البارد الازرق اضطرينا نقطعه ايضا في الخط الحار الحامي اللي راح يتوزع على المفتاحين برضو اضطرينا ان نقطعه وعملنا وصله لتوزيع الخط الحار الى كلا المفتاحين طرف سلم في جهه اليسار المجموعه A والمجموعه B اما بقيه الخطوط فبقيت متصله مباشره دون اي قطع داخل العلم ما في اي قطع اذا هاي المجموعه A ايضا مجموعه A ايضا مفتاح طرف سلم مجموعه A الثلاث مفاتيح بتحكموا في المصباح الاحمر نشوف المجموعه B هاي المفتاح الاول المفتاح الثاني المفتاح الثالث من مجموعه B الثلاث برضو بتحكموا في مجموعه A في المصباح الاخضر هذه المجموعتين تشغل اللمبه هذه يلا مثلا هذه تضيف اضفيها من هنا هذه يم مكان شغل اوكي هذه الدائره هذه الدائره في اللمبه الخضراء اضفيها اضفيها بالمره ايوه بعد بعدين الدائره الثانيه اللي تشغل اللمبه الخضراء اضفيها منها شغل طب اضفيها اضفيها ايوه اياهن اياهن الثلاثة تحكم وضفيها طفيها 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 وال... ايوه الثاني عشوائي ايوه خلاص الله يعطيك الفيديو كله هذا ايوه تحت هذين الثنتين واحد بس كذا حاط خط اليمين وتحكم بالشمال كلها كلها ماكينة خلاص ايوه واحد اثنين ثلاث ارجع هسه الثانية ارجع خلاص هذه ايوه طفيها مكان ثاني داخلها ماضي طفيها مكان ثاني هاي من ثلاثة اماكن هذول ها طيب يلا انتقل على الثانية اطفيها 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 انتقل على الثانية على اللمبة الخضراء يلا واحد اثنين ثلاث خلاص خلاص
نشكركم للمتابعة ونتمنى أن يكون هذا العمل قد نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.